عندنا موضوع اللي هو يتعلق في المكتب العربي للهندسة والتخطيط. قام هذا المكتب بإعداد معرض ثقافي غير ربحي بعنوان 50 عام من الهندسة المعمارية في الكويت في حديقة الشهيد. الهدف من هذا المعرض هو إبراز مراحل تطور الهندسة المعمارية والإنشاءات في دولة الكويت على مدى العقود الخمس الماضية على مرور 50 عام. نشاهد هذا التقرير. 5 عقود من التميز في الهندسة المعمارية بدولة الكويت، اجتاز من خلالها المكتب العربي العديد من مراحل التحول والنمو المتسارعة اختزله في معرض احتفى بالإنجازات السابقة والحالية والآتية. نشكر جميع الزوار اللي يشرفونا بهذا المعرض. هذا المعرض يحتوي على المباني المعمارية التي قمنا بها في خلال آخر 50 سنة وتروي قصتنا المهنية في الكويت. طبعا العمارة في الكويت لها طابع خاص في العالم العربي، وأيضا بشهر 1 راح نطلع كتاب عن الحداثة العربية في العمارة، وإن شاء الله نكون في حسن ظنكم. احنا زايرين المعرض 50 عاما من الهندسة المعمارية في دولة الكويت. شفنا كثير من التصاميم الاستثنائية على مر 50 سنة في دولة الكويت، واللي ما زلنا في جمعية المهندسين ندعو إلى الهوية المعمارية الكويتية. احنا عندنا كثير من الهويات المعمارية مختلطة، في بعضها معماري انجليزي وبعضها اسلامي وبعضها نابع من ثقافة الشرق الأقصى، ولكن نتمنى نرى قريبا هوية معمارية كويتية موحدة. المعرض ضم أرشيفا متصل بالمشاريع المختلفة وخاصياتها المعمارية لتشكل رحلة انتقالية عبر أنماط التغير المعماري على مدار 50 عاما الماضية. وبصراحة يعني المعرض وايد حلو. المعرض قاعد تحت عنوان 50 years of architecture in Kuwait، وفعلا يعني قاعد نشوف انه هو قاعد يغطي المباني المعمارية في دولة الكويت خلال 50 سنة اللي ماضية، ومغطين كثير من المشاريع المتميزة بصراحة. ويعني طريقة الفكرة المعمارية للتصميم لها، وأيضا قاعد يعطونا انطباع ممتاز عن الطابع المعماري لدولة الكويت وتحديدا لمدينة الكويت، أيضا سواء المباني الحديثة اللي موجودة أو أيضا حتى بعض المباني التاريخية اللي أنا شخصيا ما كنت أدري إن هذا يعني من تصميم المكتب أو كذي. يعني كان فرصة حلوة يعني للاطلاع على هذه الأفكار المعمارية، ومن ناحية ثانية أيضا التبادل الخبرات والتعارف مع زملاء قدامى في نفس المهنة في نفس المجال اللي هو مجال التصميم المعماري. تغيرات سياسية واقتصادية وأخرى ثقافية ساهمت بشكل كبير في التأثير على الهندسة المعمارية الخاصة لماضي وحاضر دولة الكويت، والتي شاركها المكتب العربي مع الجمهور ليقدم لمحة عن أعمال بارزة ومستقبلية لآفاق أوسع في الهندسة المعمارية بدولة الكويت. أسماء السعدني، تلفزيون دولة الكويت.